من الاهلي، الاهلي وبالميروس. ايمن اشرف ودى الاهلي في داهيه النهارده. ايمن اشرف السبب في الجول الاول، ايمن اشرف السبب في الجول الثاني، ايمن اشرف اتطرد في الوقت اللي الاهلي ماسك فيه كوره. وده يرجع لمين؟ يرجع لموسيماني. موسيماني النهارده مش عارف اقول له ايه. الناس الشوط الاول المفروض تهاجم وترجع تدافع الشوط الثاني لما تجيب جوال، انت جاي فيك 1-0 وما زلت بتدافع ليه؟ ما انت عندك خيارات هجوميه، انت عندك خيارات هجوميه. الشوط الثاني كله الاهلي ماسك كوره، بالميراس خطفت جول في اول دقيقتين في الشوط الثاني، بعد كده نامت بقى خلاص، نامت الماتش كله الباقي كله. ليه ما تهاجمش من اول الماتش؟ ليه؟ انا حد يفهمني ليه؟ بالنسبه للعناصر الموجوده، في عناصر موجوده، رجاله المنتخب اللي رجعوا مقصرين مؤثرين، يعني حمدي فتحي ومحمد شريف، عبد القادر نزل الله اكبر عليه، لينا ضربات جزاء، لينا ضربات جزاء، بس الغلط على موسيماني. من الحمد لله الجميع الاهلي، والحمد لله على كل شيء.